السلام عليكم. اليوم راح فاجيكم الزينة اللي حضرتها بنفسي بمناسبة المولود الجديد. فهيدي الزينة اللي حطيتها على الباب، عملتها بالكروشيه. إذا بتحبوا تشوفوا الطريقة خبروني، لأعمل فيديو عنها. لما تفوت من الباب المدخل حطيت الضيافة مثل ما شايفين بهالشكل. على اليمين هون برواز كان موجود عندي، بس كتبت حطيت فيه هيدي الزينة. وطابة الورود فرجيتكم كيف نعملها، وهوسلة الكروشيه كمان فرجيتكم كيف نعملهم وحطيت فيهم ملبس، والبابيون الزرقاء كمان فرجيتكم كيف نعملها بفيديو سابق. فالاشياء كلها كانت انا محضرتها بايدي. هذا الكادر كمان كان موجود عندي، بس طبعت الدعاء بمكتبة. فاذا عندك برينتر فيك تطبعي انت بالبيت ملونة. وهول الشوكولا زيناهم سوا بفيديو سابق كمان، وهول اكياس الضيافة تاعو الولاد كمان حضرناهم سوا بفيديو سابق. بس حبيت فرجيكم كيف طلعت النتيجة النهائية للاشياء كلها مع بعض، وان شاء الله تكون عجبتكم. والسلام عليكم.